floating magnets. floating magnets ايه floating magnets؟ هنعرف مع بعض دلوقتي، هنعمل مع بعض تجربة ونشوف ايه بيوصل بيها ايه. following the steps to complete the activity، نشوف الخطوات دي عشان نكمل النشاط. then answer the questions، وبعد كده نجاوب على الأسئلة. notes like balls ripple and different balls attract. طبعا هو بيكلمنا هنا على الأقطاب، نركز قوي جدا في الأقطاب دي. احنا قلنا قبل كده مع بعض طبعا ده ماجنتس مغناطيس، احنا اتفقنا ان الأقطاب المختلفة مع بعض بتتجاذب بتتنافر. يعني لو انا عندي قطبين دلوقتي، انا عندي القطب ادي كده القطب الشمالي والقطب الجنوبي ان اند ساوث، لو الاثنين دول قصاد بعض هيحصل بينهم تجاذب. لو لكن لو الاثنين شبه بعض ان مع ان مثلا هيحصل تنافر، او اس مع اس هيحصل ايه التنافر. نخلي بالنا جدا من المعلومه دي. طيب الماتيريالز احنا محتاجين ايه؟ محتاجين بنسل، محتاجين قلم، قلم رصاص يا او تو سيركلر ماجنتس، وعايزين اتنين مغناطيس مدور بالشكل ده دائري، اتنين مغناطيس دائري. طيب ايه الخطوات بتاعتنا يا اولاد؟ hold the pencil upright on the your desk. طبعا همسك القلم بتاعي كده واحط القلم كده مرفوع بالشكل ده عندنا على الديسك. move one magnet along the pencil to yeah to place it on the desk. انا اعمل ايه؟ يعني اجيب طبعا المغناطيس بتاعي، احرك واحد من المغناطيس بتاعي along the pencil يعني ناحية كده القلم بتاعي to place it on the desk، يعني عشان احط عليه ايه القلم بتاعنا بالشكل ده. دي الخطوة التانية. number 3 move a second yeah move a second magnet onto the pencil. اجيب المغناطيس التاني واحطه فوق بالشكل ده، ايه اللي هيحصل؟ شوف كده مع بعض المشاهدة بتاعتنا ايه. the second magnet floats in the air. لو عملنا الحركة دي يا ولاد هنلاقي ان in the air، هنلاقي ان المغناطيس ده ما نزلش، ما وقعش في الارض. طب ليه ما وقعش؟ yeah. and it doesn't touch the first magnet. ومش بس كده، ما لمسش كمان المغناطيس ده. touch the first magnet forming yeah a gap between them، يعني بينهم اهو دلوقتي القلم ده هيفضل ثابت وادي المغناطيس ده، وده ما وقعش على بعض. طب ايه بقى الاستنتاج بتاع الملاحظه دي؟ like balls ripple each other due to magnet folds of two yeah of the two magnets forming a gap between them. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا هنا بيتكلم اول حاجه ما حصلش انجذاب. ليه هنا ما حصلش انجذاب؟ علشان احنا طبعا القطبين دول متشابهين، واحنا اتفقنا ان الاقطاب الموجوده معانا لما تكون متشابهه تتنافر. طيب ليه ما بعدتش؟ طب ليه ما وقعتش مثلا خالص؟ ليه؟ عشان هنا في مجال مغناطيسي، يعني المجال المغناطيسي ده هو اللي محافظ على المسافه ما بينهم، فبالتالي هي ولا هي وقعت مثلا، وفي نفس الوقت ايه اللي حصل؟ اللي هي برضو ما نزلتش على المغناطيس ده. دي الملاحظه بتاعتي. طيب اتفضل يا اسلام يا اولاد، التجربه دي فيها مشكله يا اسلام؟ No. فهمنا التجربه دي؟ Yes. اسيل اسيل تمام. طيب بسم الله. طب اتفضل اول سؤال يا اسلام. Okay. هقرا اول حاجة اللي هي اللي هيسأل المهم اللايت بونس بونس بي بيل اند ديفرنت بونس اتراكت ايش اذر Yeah, each other. Yeah, like balls ripple and different balls attract each other. الجملة دي معناها ايه يا اسلام؟ كلمة balls معناها الاقطاب، الاقطاب تمام. الاقطاب زي الاقطاب دي المختلفة دي بتتجاذب مع بعضها، المختلفة different balls. نو يعني هنا عندنا لايك بولز، يعني لايك بولز دي معناها الاقطاب اللي مع بعض بتتنافر، وديفرنت بولز اتراكت، والاقطاب المختلفه بتتجاذب. كلام صح ولا غلط؟ صح. يبقى ترو. اتفضل يا هم. اوكي
Like pulls attract each other, but the Do you? due to the A magnetic, yes. magnetic field of the two magnets. Yeah, like pools. يعني ايه like pools؟ يعني الاقطاب المتشابهه attract بتتجاذب مع بعض همس نتيجه للمجال المغناطيسي بين المغناطيسين Falls. poles. Yeah, thank you. اتفضلي يا اسيل. In them, previous robot. activity يعني في النشاط السابق. النشاط السابق ده ها the second Sandy, yeah the second magnet the second magnet, the first magnet. ده المغناطيس. المغناطيس الثاني ايه المغناطيس الاول لمسوه ولا ما لمسوش؟ المغناطيس في المفروض اللي فات ده المغناطيس الثاني ده يا اسيل لمس المغناطيس الاول ولا لم يلمسه؟ التجربة يا اسيل المغناطيس ده لمس ده؟ يا اسيل سامعيني؟ يا ايوه أسيل بس أنا نحكي بسألك مش ساعات، إيه؟ نحكي بس عندي نجي اسمعك كل شوية قبل كده. أسيل بصي أنا مش سامعة أنت بتقولي إيه يعني في دوشة عندك في مشكلة في الإنترنت أو حاجة فأنا بسأل دلوقتي السؤال بتاعي بيقول إيه؟ يا in previous activity في المثال اللي قبل كده the second magnet المغناطيس الثاني ده أنا ده المغناطيس الأول وده الثاني لمسوا بعض ولا ما لمسوش بعض يا أسيل؟ touches or doesn't touch؟ Yeah doesn't touch doesn't touch okay اتفضل يا سام Okay. In the brother activity and from between two magnets home. Yeah, space is formed between two magnets. ايه اسم اللي كان موجود بين الاثنين مغناطيسين؟ جاب Yes, gap, right. Gap. Perfect. اتفضلي يا همس. Gap دي اسلام اللي هي المسافة يعني. المسافة. Yes, gap. اتفضلي يا همس. okay in that previous previous يعني in the previous activity activity that pulls ripple each other due to magnets. yeah الاثنين دول تنافروا مع بعض في المغناطيسين بسبب ايه؟ بسبب الوزن ولا المجال المغناطيسي؟ مجال المغناطيس يعني magnetic field اسمه ايه يا همس؟ magnetic field. يعني magnetic field right yeah اخر two pages معانا transportation innovations read and learn answer the question طيب يا وباقي بس معانا قد ايه؟ حاضر باقي معانا دقيقتين مش هنلحق يا اسلام تمام مش هنلحق هنحلها ان شاء الله المره الجايه باذن الله بس يا نفس ليك شغل النهارده نكمل ان شاء الله المره الجايه باذن الله Thank you for your time, Yolette. Goodbye.
Good boy.